ورحمة الله تعالى وبركاته. ومرحبا بنا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة وفي هذا المحل المبارك. اللهم صل على سيدنا ومولانا أحمد الذي جعلت اسمه متحدا باسمك ونعتك وصورة هيكله الجسماني على صورة أنموذج حقيقة خلق الله سيدنا آدم على صورته، وفجرت عنصر موضوع مادة محموله من أنية أنا الله، بل حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده وآله وصحبه وسلم. قال مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله: إذا حللتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. فارتعوا يعني فاطلبوا الرعي، لأن الغنم والدواب إذا ذهبت إلى السهل المنبطح الكثير النعم والخيرات فإنها ترعى فيه وتأكل وتشرب وتأخذ من لذيذ الثمر. وهنا تشبيه وكناية عن إطعام الروح، عن إطعام الروح بالذكر وبالتهليل وبالتسبيح وبالاستغفار وبالصلاة على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله. والذكر فيه حياة للقلوب كما تحيا البلاد إذا ما هبت المطر. الذكر يحيي البلاد، يحيي القلوب، القلوب الميتة، القلوب غافلة عن الله سبحانه وتعالى، القلوب التي لا تلحظ أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه، المنشغلة بأمور الدنيا ومشاكلها والمنشغلة بفتن الدنيا والغافلة عن مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها تحيا في مجالس الذكر، تحيا في مجالس الذكر التي قال الحق سبحانه وتعالى عنها: ولذكر الله أكبر. فذكر الله سبحانه وتعالى هو السبب الرئيس لجمعية القلب على الحق سبحانه وتعالى، ومن ذكر الله سبحانه وتعالى ذكر مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحلق الذكر التي نحن في إحداها يتحتم على المؤمن أن يرعى فيها، أن يذكر فيها، أن يسمع العلم فيها، أن يسبح ويهلل فيها، أن يستحضر الحق سبحانه وتعالى وملكوته فيها، أن يستحضر مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، أن يستحضر خصائصه وشمائله صلى الله عليه وسلم وعلى آله في هذه الحلق، حتى يستمد بمددها ويمتلئ قلبه بفضلها وبخيراتها، فيصبح حيا كالأرض الجدباء المقفرة، الأرض اليابسة المحروقة لما نزلش عليها الماء هذه سنين، عندما يهطل فيها الماء ويهطل فيها المطر تجدها اخضرت وترعرعت وتحركت وانتعشت. فكذلك قلوب المؤمنين. أنا بعد إذن سيدنا المقدم أتحدث في هذا المجلس، وإن كنت أقل من أن أجلس بين الذاكرين وبين الصوامين وبين المحبين لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ولكن من شيم أهل الفضل أن يأخذوا الحق كان من أعلى أم من الأقران أم من الأقلين، فليقبلونا على علاتنا في هذا المجلس. هذه المناسبة
هي مناسبة مولد مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله. وقبل الحديث عنها وعما اجتمعنا عليه هنا، نتحدث عن مشروعية هذا المجلس الذي نحن فيه، لأن الكثير يشوش يقول هذا المولد لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، هذا المولد بدعة، هذا المولد لم يفعله السلف الصالح، هذا المولد إلى آخره، فيناقشهم الآخرون ويقولون لهم البدعة مقسمة إلى الأقسام الخمسة، الواجب والمستحب والمكروه والمندوب والمحرم إلى آخره. ولكن نحن نقول كلاما آخر، وهو أن الحق سبحانه وتعالى ندبنا في قرآنه الكريم إلى أن نحيي الذكريات التي يتعظ القلب بها والتي يجتمع القلب على الحق سبحانه وتعالى. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقال وذكرهم بأيام الله. قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه كما في كتب التفسير أيام الله بلاؤه ونعماؤه. فقد أمر الحق سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ونحن من خلف نبيه صلى الله عليه وسلم لأننا أتبعه، والأمر للمتبوع أمر للتابع كما هو مقرر، أمره بأن يذكر الناس بأيام الله عز وجل. والقرآن كله تذكير بأيام الله عز وجل، فقد تحدث القرآن الكريم عن ابتلاء الحق سبحانه وتعالى بإخراج أبوينا من الجنة، بقصة قوم نوح، بقصة قوم صالح، بقصة قوم هود، بقصة سيدنا إبراهيم وقومه، بقصة قوم فرعون، قوم موسى وفرعون وهامان، وبغيرها من القصص ذكرها القرآن الكريم وأطلب فيها حديثا، وذلك من التذكير إلى التذكير بأيام الله سبحانه وتعالى. حتى إن نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى آله لما رأى يهود يصومون يوم عاشوراء سألهم لماذا يصومون يوم عاشوراء؟ قالوا إن لأن الله نجى في هذا اليوم موسى من فرعون، فقال نحن أولى بموسى من يهود، فسن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله صيام يوم عاشوراء. عندما جاء سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وسأله عن صيام يوم الاثنين قال له صمه فإنه يوم ولدت فيه صلى الله عليه وسلم وعلى آله. كذلك الحق سبحانه وتعالى في القرآن ذكر بأيام الخير وأيام النعم وامتن على المؤمنين بها، امتن على المؤمنين إذ نصرهم ببدر وهم قلة، وامتن على المؤمنين إذ نصرهم في غزوة ثقيف التي كانت في الطائف، وامتن على المسلمين بفتح مكة وتحدث عن فتح مكة وأرخ لفتح مكة في القرآن الكريم، حتى سميت سورة بسورة الفتح، وسميت سورة بسورة الأحزاب التي تؤرخ لغزوة الأحزاب غزوة الخندق. وكذلك امتن الله سبحانه وتعالى على قوم موسى إذ نجاهم من فرعون، وإذ نجاهم من قوم فرعون يسومونهم سوء العذاب، يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم. وامتن الله سبحانه وتعالى علينا بالإيمان، وامتن علينا بمولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، وحضنا على الفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، فقال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير له، فبفضل من الله ورحمته فليفرحوا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالله عز وجل حضنا على الفرح بمولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى التذكير بأيامه سبحانه وتعالى. والتذكير هو الحديث عن هذه الأيام، والحديث عن أخبار هذه الأيام. عندما نجتمع نحن في هذا المجلس
نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي المولد. وهذا المولد من كتبه؟ هل كتبه المشايخ؟ هل كتبه هل نزل وحيا علينا؟ هل وجدناه في رف من الرفوف؟ هذا المولد، أخبار المولد رواها أصحاب مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله، هم الذين جمعوا هذه الأخبار ورواها الخلف عن السلف حتى اجتمعت في كتب سميت الموالد. وألف العلماء، مئات العلماء الذين ألفوا في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر نحو 160 منهم الحافظ العلامة الشيخ سيدي عبد الحي الكتاني رضي الله عنه وأرضاه في كتاب له اسمه التآليف المولدية، وقد طبع قريبا هذا الكتاب. ممن ألف في المولد؟ الإمام الواقدي صاحب السيرة من أهل القرن الثالث، منهم الإمام ابن الجوزي، منهم الإمام ابن كثير، منهم الإمام ابن ناصر الدين دمشقي، في 6 مجلدات تحدث فيه عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتبر من أكبر كتب الموالد. علماء كثر يعدون بالمئات ألفوا في قصة المولد. الإمام ابن الجزري رضي الله عنه وارضى، إمام القراءات الذي إليه المرجع في القراءات، الإمام الصالح صاحب السيرة، غيرهم الأئمة المتقدمين والمتأخرين، هذا كله من الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى بالتذكير بأيام الله. فمن هنا نجد أن مشروعية الاحتفال، لأن التذكير ماذا يكون؟ يكون بحديث الإنسان مع أبنائه، يحدثهم أن يا أبنائي اليوم كان ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفهم بمولده. اليوم كانت ذكرى بدر، ويعرفهم بمعركة بدر ماذا كان فيها، وكيف نصر الله المسلمين، وما يستفاد من العظات ومن الدروس من هذا النصر. الفتح، كيف الله عز وجل فتح مكة لمولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال مولانا رسول الله لا هجرة بعد الفتح. غزوة الخندق، جميع المناسبات، حتى المناسبات القريبة، يعني مثلا نحتفل على مستوى الوطني بعيد الاستقلال، نحتفل بالمسيرة الخضراء، هذا كله له أصل من الشرع، إن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حضنا بالتذكير بأيام الله. لماذا؟ حتى نتعظ، حتى نجمع قلوبنا على الله سبحانه وتعالى. فيقولون لماذا تجتمعون على الطعام؟ نقول لهم لأن الصحابة رضي الله عنهم كما ورد في الأثر لم يكونوا يفترقون إلا على ذواق. يقولون لماذا تقرؤون الشعر؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بين يديه الشعر، كان حسان بن ثابت رضي الله عنه يقرأ النبي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على آله الشعر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ وروح القدس معك. وكان غيره من الصحابة، كعب بن زهير، مجموعة من الصحابة، حتى جمع بعض العلماء أشعار الصحابة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، وكثير أو جل تلك الأشعار كانت تقرأ بين يديه، فلا محظور في قراءة مدح النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، بالعكس هو أمر مندوب إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله حض على ذلك، وجلس بين يديه الشعراء وهم يمدحونه صلى الله عليه وسلم، ليس حبا لممدحة في نفسه صلى الله عليه وسلم، ولكن لأنه محط تجلي الحق سبحانه وتعالى على الوجود. فكل خصلة من خصال الكمال في النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهي حجة علينا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، كما قالت سيدتنا عائشة الصديقة رضي الله عنها وأرضاها، والقرآن صفة من صفات الحق سبحانه وتعالى، لأن القرآن كلام الله. فخصال النبي صلى الله عليه وسلم على آله، وأخلاقه صلى الله عليه وسلم على آله، كلها مما أمرنا بالاقتداء به، ومما أمرنا باتباعه، ومما أمرنا بالتعريف به، نعرف به في المناسبات، لأن الإسلام الشريعة المحمدية حضت على مراعاة المناسبة. إذا وجدنا الصلاة، صلاة الفجر مناسبتها ظهور إشراق النهار، ظهور ضوء النهار، صلاة الظهر مناسبتها توسط النهار، صلاة المغرب مناسبتها إقبال الليل، صلاة العشاء مناسبتها دخول العتمة، صلاة العصر توقيتها أن تأتي في الوقت الذي يرتاح فيه الناس ويستريحون ويجتمعون مع أهلهم، صلاة العيد
في يوم الإفطار عندما يفطر المسلمون ويجتمعون، صلاة العيد الأضحى عندما يضحون، كل المناسبات، صلاة الكسوف، صلاة الخسوف. الشريعة الإسلامية حضت على المناسبات واعتنت بالمناسبات وجعلت المناسبات في كل شيء، حتى إن العلماء رضي الله عنهم وأرضاهم تحدثوا عن مناسبات القرآن الكريم، مناسبة كل آية مع ما بعدها ومع ما قبلها، مناسبة كل سورة مع ما قبلها وما بعدها، حتى ألف الإمام البقاعي برهان الدين البقاعي رضي الله عنه وأرضاه، من كبار علماء التفسير من أهل القرن التاسع، ألف كتاب الدرر في تناسب الآيات والسور، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور في 30 مجلدا، كتاب عظيم في بابه. ومن مراعاة المناسبات أن نراعي يوم مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله. قال الحق سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. من كان يرجو الله واليوم الآخر له أسوة أو إسوة في مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله. وما هي الأسوة أو الإسوة؟ برواية حفص الأسوة وبرواية ورش الإسوة، هي المقتدى، هي الاقتداء. النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله هو محل الاقتداء ومحل الاتباع ومحل التقليد في العمل ومحل الانصياع. وهو صلى الله عليه وسلم وعلى آله هو محل الكمال، وهو محل رضوان الله الأكبر صلى الله عليه وسلم وعلى آله. والاقتداء به صلى الله عليه وسلم موجب لرضوان الله الأكبر. وكثرة الصلاة على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله موجبة لمغفرة الذنوب ولرفع الدرجات ولرفع الهم ولجلالة القلب على الله سبحانه وتعالى. حتى إن بعض العارفين قال إن كثرة الصلاة على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنوب عن شيخ التربية، بمعنى أن كثرة الصلاة على مولانا رسول الله تهذب النفس وتدفع الجبلة الإنسانية على طاعة الله سبحانه وتعالى، طبعا لا تطبعا، لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله أسوة حسنة، لنا في خلقه صلى الله عليه وسلم وعلى آله أسوة حسنة. وكيف لا وقد قال الحق سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل على سيدنا. وإنك فيها التوكيد، لعلى فيها اللام لتثبيت التوكيد، خلق عظيم. وفي بعض الروايات الشاذة: لعلى خلق عظيم. عظيم صفة من صفات الحق سبحانه وتعالى، اسم الأسماء الله سبحانه وتعالى. فأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم على آله كلما اقتدينا بها كلما زدنا رفها. مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان خلقه؟ النبي صلى الله عليه وسلم على آله كان يحب الخير للناس أجمعين. وعندما طرده أهل مكة وهاجر إلى الطائف ورماه أهل الطائف بالحجر ورجع أسيفا صلى الله عليه وسلم وعلى آله فداه أبي وأمي والدم يسيل بين قدميه الشريفتين، جاءه الملكان، ملك الجبال وملك الرياح، وقال له ملك الجبال: إذا أردت، لقد أمرني الله سبحانه وتعالى أن آتمر بأمرك، فإن أردت لأطبق حمل عليهم الأخشبين، يعني انضمصهم بالجوج جبال من كبار جبال مكة، هذو قريش. فقال: لا، إنما أريد أن يخرج الله من ضئضئهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. صلى الله عليه وسلم وعلى آله. انظروا إلى كمال حلم مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكمال أخلاق مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله. والحلم من أعظم الأخلاق الإسلامية، وقد ورد في فضله أمور كثيرة جدا. الصبر
من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله الصبر. وصبر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله لا يعدله صبر أحد. صبره صلى الله عليه وسلم عن الملذات، عن الشهوات، على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، على المكاره صلى الله عليه وسلم وعلى آله. كان قولنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله في بداية الدعوة كان يؤذيه قوم قريش، إلى حد أنه كان يقوم فيصلي الليل عند الكعبة فيأتون ببقايا حوايا البهائم والإبل ويضعونها على كتفه الشريف صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. تجي الأمعاء والأمصار ويخليهم في داو نفسي وأمي وتستطيع ويجيوا يلوحوها على كتافه ويهربوا صلى الله عليه وسلم وعلى آله. وبالرغم من ذلك فإنه لم يدعو عليهم، الله أكبر، إنما كان يقول اللهم أخرج من أصلابهم من يعبدك ولا يشرك بك شيئا. وفي حديث آخر أن كل نبي عجل الله له دعوته في الدنيا إلا أنا، فإنني أردت أن يدخرها الله لي شفاعة لأمتي يوم القيامة. الله عليه وسلم وعلى آله صلى الله عليه وسلم. فهو الشفيع وهو الشافع المشفع صلى الله عليه وسلم وعلى آله، وهو صاحب الوسيلة والفضيلة والمكانة الرفيعة يوم يتجلى الحق سبحانه وتعالى باسم منتقم. فإن من جودك الدنيا وغرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ما لي من ألوذ به يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. بعض من لم يدخل نور محبة مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله إلى قلوبهم ينتقدون هذه الأبيات من أبيات الإمام البصيري رضي الله عنه وأرضاه. ولكن نسوا حديث الشفاعة، حديث الشفاعة عندما تقترب الشمس من رؤوس الناس في الحشر مقدار ميل في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يعذب الناس ويقولون يا ربنا نذهب إلى جهنم ولا نصبر على هذا الذي نحن فيه، فيذهبون إلى سيدنا آدم فيدفعهم فيقول إني أخرجت الناس من الجنة إلى الدنيا فإني أستحي أن أتشفع إلى الله تعالى فيهم، ويذهبون إلى نوح عليه السلام فيقول لهم إني دعوت الله دعوة أفلت أهل الأرض فأستحي أن أتشفع في أهل الأرض لله سبحانه وتعالى. وهكذا من نبي إلى نبي حتى يأتون إلى سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها صلى الله عليه وسلم. فهذا اليوم هو الذي يتجلى الحق فيه باسم منتقم. وكل أهل الدنيا، كل أهل العوالم، كل أهل المحشر يفرون إلى مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن يسقط في أيديهم من غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل دخل هذه خصوصية لمولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله. فيا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، لا أستطيع أن ألوذ بسيدنا آدم ولا سيدنا نوح ولا سيدنا موسى ولا سيدنا عيسى ولا غيرهم من الأنبياء سواك يا سيدنا يا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله، إذا الكريم تجلى باسم المتقين. فإن من جودك الدنيا وضرتها، من جودك الدنيا وضرتها يعني من جودك الدنيا والآخرة بحال ضر الشريكة، من جودك الدنيا وضرتها، من جودك من فضلك صلى الله عليه وسلم وبسببك الدنيا وضرتها. لماذا الدنيا من جود مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بما أنه صلى الله عليه وسلم وعلى آله رحمة للعالمين. شنو هم العالمين؟ هم العوالم جمع،
العالم. بما أنه رحمة لهم إذا لا قيام للعالمين إلا به صلى الله عليه وسلم، لأن لا قيام لها إلا بالرحمة، رحمة الله سبحانه وتعالى التي جسدها في مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله هو محل نظر الحق سبحانه وتعالى من الخلق، وهو العبد الكامل في العبودية وفي الطاعة، وهو العبد الذي تجسد فيه القرآن الكريم، لأنه صلى الله عليه وسلم على آله رسول الرسل ونبي الأنبياء. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. إذا الله عز وجل خلق الجن والإنس ليعبدون، ومن هو العبد الكامل الحقاني الذي تجسد فيه القرآن الكريم؟ هو مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الله عز وجل ما خلقنا إلا بسبب مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. بعد قال لك وإلى علم اللوح والقلم اشرح له الله، استغفر الله، ترى كفر. الله عز وجل علمه لا يحيط به عقل ولا إدراك، اللوح والقلم جزء من علم الله عز وجل، نقطة من بحر. النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله أنزل الله له القرآن، والقرآن فيه نبأ كل شيء كما في الحديث الشريف. بما أن القرآن فيه نبأ كل شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله أنزل له القرآن، وهو العالم بالقرآن، وهو الذي حاج الناس بالقرآن، وحاج الجن بالقرآن، وسبح الحصى في يديه بسبب القرآن، وأرسل إلى الدواب وكلمه البقر والظبي بسبب القرآن، وبكى الجذع اليابس بين يديه صلى الله عليه وسلم وعلى آله، فهو عالم بالقرآن، والشيء يدخل فيه اللوح والقلم. الله. ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا لا 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 لا, لا, لا شك في ذلك ولا ريب في ذلك صلى الله عليه وسلم وعلى آله. من هنا نخلص أن من صفة مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم علم. النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله كان أعلم الخلق وأعلم الخلق بالله سبحانه وتعالى، فاقتضى على المحب لمولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله أن يكون عالما. وقد قال العارفون رضي الله عنهم وأرضاهم: ما اتخذ الله من ولي جاهلا إلا علمه. واتقوا الله ويعلمكم الله. من يتق الله سبحانه وتعالى يجعل بينه وبين معصيته وقايا، يعلمه الله سبحانه وتعالى. فطلب العلم، العلم الظاهر والعلم اللدني. طبعا ما اتخذ الله من ولي جاهل، المقصود أنه إذا بلغ مراتب الولاية يعلمه الله سبحانه وتعالى بالعلم اللدني. ولكن العلم الظاهر من المعلوم من الدين بالضرورة، علم العقائد، علم الأحكام الشرعية، الفقه، علم المعاملات، علم العبادات، هذا علم واجب على كل مؤمن ومؤمنة. حتى قال سيدنا الشيخ أبو الفيض قدس سره بأنه لا يبلغ الإنسان المحبة الحقيقية في مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله حتى يعرف سيرته صلى الله عليه وسلم، ويعرف أحكامه صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ويعرف حديثه صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ويعرف الصحيح من الضعيف من حديثه صلى الله عليه وسلم وعلى آله، وهكذا. فمن بليغ محبتنا وتعلقنا بمولانا رسول الله والاحتساء به والاقتداء به صلى الله عليه وسلم واتباعه صلى الله عليه وسلم وعلى آله أن نتعلم العلم الذي أرسله الله من أجل أن يوصله إلينا. ومن كمال الأدب معه صلى الله عليه وسلم وعلى آله أن نتعلم كلامه صلى الله عليه وسلم وتوجيهه وتقريره. والنبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله كان أجود الناس صلى الله عليه وسلم وعلى آله، الحديث كان رسول الله أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان. والجود هو الكرم، الجود هو العطاء. اللهم صل على محمد وعلى آله.
الجود هو أن يكرم الإنسان إخوانه، اللهم صل على، أن يكرم ضيفانه، أن يكرم الفقراء والمحتاجين والملهوفين، أن يكرم أهل الإيمان كلهم، يكرمهم بالمال، يكرمهم بالطعام، يكرمهم بالكلمة الصالحة، يكرمهم بالدعوة، يكرمهم بالابتسامة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، الله، كما في الحديث الشريف. هذا كله من علامات الكرم التي هي صفة وخصيصة من خصائص مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله. وما بالك برسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله من تعلق به التعلق الحقيقي أكرمه الله تعالى بجنة عرضها السماوات والأرض. اللهم صل على آله. وإذا كان الجناب عظيما مد منه لخادميه لواء، وإذا عظمت سيادة متبوع أجل أتباعه الكبراء، حتى قيل بأن من يخدم مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة الصلاة أو بكثرة نشر حديثه صلى الله عليه وسلم وتلاوة حديثه وخدمة سنته صلى الله عليه وسلم بأنه يكون ممن يدخل الجنة من غير حساب. اللهم صل على محمد وآله. اللهم اجعلنا منهم برحمتك. آمين 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 يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين. لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن النبي مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله هو كالجنة، فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر صلى الله عليه وسلم. فالتعلق به هو التعلق بالنجاة، هو حبل الله المتين، وهو الصراط المستقيم، وهو محل رضوان الحق سبحانه وتعالى من الدنيا. فتمسكوا به، تمسكوا بمولانا رسول الله واقتدوا به، تمسكوا بأخلاقه. التصوف أخلاق، فمن زادك أخلاقا زادك تصوفا. تمسكوا بقرآنه وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، تمسكوا بسنته، تمسكوا بمعرفة سيرته صلى الله عليه وسلم والاقتداء به من الظاهر والباطن. تمسكوا به صلى الله عليه وسلم وعلى آله في معاملة المرأة، معاملة الزوجة، معاملة الأبناء. الإنسان الذي يغفل عن تعليم امرأته وعن العطف على امرأته والحنان على امرأته وإكرامها، وعن مقابلة أبنائه بالتعليم والتربية وتحفيظ القرآن وتعليم الصلاة، هذا الإنسان مستهتر، هذا الإنسان لا يرقب وصية النبي صلى الله عليه وسلم على آله وفي ذريته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإنسان يوم القيامة سيسأل عن زوجته، عن أبنائه، عن بناته، عن أمواله، عن من يشتغل عنده. هل أعطاه حقه؟ هل نصحه؟ هل أرشده إلى الطريق الحق؟ عن تلميذه، عن كل من هو ملتف حوله. كل هؤلاء الإنسان سيسأل عنهم يوم القيامة، فليحضر كل واحد منا ما سيجيب الحق سبحانه وتعالى في هؤلاء الناس. اللهم اجعلنا ممن يغنم هذه الأيام وهذه الساعات الطيبة. إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. اللهم يجعل لنا، اللهم اجعلنا ممن يتعرض لنفحاتك، عسى أن تصيبنا فتخرجنا من الظلمات إلى النور، ومن النار إلى الجنة، ومن الغضب إلى الرضوان يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يقول القول، ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يقول القول فيعمل به. اللهم استر عيوبنا واستر عوراتنا وهب مسيئنا لمسيئنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم جدد صلواتك وتحياتك وبركاتك لمولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليالي الطيبة، وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أصحاب مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ذرية مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أزواج مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى سائر أتباع مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله. آمين آمين. لا أرضى بواحدة حتى أضيف إليها ألف آمين.
اللهم صل افضل صلواتك على اشرف مخلوقاتك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله عدد معلوماتك ومداد كلماتك كما ذكرك وذكره الذاكرون وامل لتلك وذكر الغافلون سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين.